دي بدي عايز اقول لكم من المعلومات والاخبار اللي هعرضها لحضراتكم دلوقتي عن التطعيمات الملوثه للتلاميذ هي من المدرسين والممرضين واولياء الامور التلاميذ، لان في دوله البزرميط في غياب للمعلومه الرسميه. صعب جدا حاولنا نصل هل حصلت وفيات نتيجه التطعيمات الملوثه دي ولا لا، رغم ان اولياء الامور بيقولوا حصلت 3 وفيات، لكن في انا اسف حكايه الدوله دي يعني مفيش معلومات مؤكده. ايه القصه والحكايه؟ الحكايه بدات من مدرسه عبد الله بن الزبير الموجوده في محافظه الغربيه. الفيديو ده امبارح من داخل المدرسه لحاله رعب شديده واعياء لعدد من التلاميذ بعد تناولهم التطعيمات. عبد الله بن الزبير اولياء الامور بيقولوا انه في 3 وفيات بين التلاميذ، ما عنديش تاكيد الحقيقه، لكن بيقولوا ان الحكايه معديه جدا جدا. انا بكلمك في ظل تعتيم حكومي كامل عاجل. اللي حصل مع الاطفال مدرسه بطنطا اشاره، اللي حصل تلميذ صف في الصف الثالث للمدرسه اصيب بالالتهاب السحائي تم حجزه بالمستشفى، التلميذ توفى. المدرسة لما عرفت الخبر وصل لبعض أولياء الأمور، حصل ارتباك، والمدرسين اللي لهم أبناء في المدرسة خدوهم، والتلاميذ كلهم اتفزعوا لما شافوا الإسعاف والشرطة وحصل زحام وتدافع. معروف إن الالتهاب السحائي معدي وينتقل بالرذاذ، واحتمال كبير وجود إصابات في فصل التلميذ المتوفي رحمة الله عليه. خطر الأكبر يقع على الصحة، لمجرد تأكد إصابة التلميذ كان يجب إبلاغ المدرسة فورا وعمل عزل صحي وإجراء تحاليل حتى لو تم إغلاق المدرسة. في أخبار إن الوفيات وصلت لـ3 تلاميذ. وزارة الصحة كارثة، ما بلغتش إن التلميذ مصاب بمرض معدي، معدي جدا. الالتهاب السحائي. لازم فورا تبلغ المدرسة. على طول طالب بيتم عزله وابلاغ المدرسه عشان الطلبه اللي معاه ما ينتقلش ليهم المرض، لكن التدليس والخيانه في البلد للركب. ليه نعلن اصلا؟ ما المصيبه تقع وتاخد في رجلها اللي تقع، المهم الصوره بتاعت مصر. دي اشاعات، ونقفل التعليقات لاولياء الامور. المدرسه تقول دي اشاعات. تهيب اداره المدرسه بالتحري الدقه في الاخبار المتداوله وتؤكد ان هذه الاشاعات وجدول الاختبارات. مدير إدارة المدرسة أستاذة منال، منال أصلا ما تقدرش تمسح مراخيرها من غير ما تقول لها البتاع. طيب دي شائعات، فين الحقيقة؟ قافلين التعليقات ليه؟ ها؟ قافلين على الناس أي وسيلة للتواصل معاهم ليه؟ كمية القلق والرعب وأولياء الأمور بيتكلموا عن تعب عيالهم ده متجاهلينه ليه؟ في ست عمالة تستغيث على كل مواقع وموقوفة عن العمل بقالها 15 يوم وتقول حد ممرضة في التأمين عن التطعيمات، ولا حياة لمن تنادي. لا حول، أنا بنت خالتي راحت تجيب ابنها، العيال مرمية في الحوش والأهالي عمالة تصوت، في عيال ماتت والاسعاف والحكومه موجوده، منظر الاهالي ولا كاننا يوم الحشر. ربنا يصبر قلبهم يا رب. بنتي جايه منهاره حرفيا ومطلعينهم ساعه بدري والعيال مرعوبه، بس كل ده اشاعات اشاعات. طيب تواصلوا مع الناس، قافلين لهم ليه التعليقات؟ وزاره الصحه ما خرجتش واعلنت ليه الحقيقه؟ لو التهاب سحائي او مرض معدي لا قدر الله خلوا الناس تعرف وتاخد حذرها. ده ضناهم اللي انتوا بتتكلموا عنه ده. والحقيقه انه لو كان التهاب سحائي فهو مرض معدي، لكن العصابه المجرمه تعمل ايه؟
لازم التدليس والكذب في كل حاجه. قال له معلش يا استاذ تامر شايلها الاخوان المره دي. قال له والله احنا بنشيل بس انا مش قادر اشيل دي. لازم حد من اداره شرق طنطا او مديريه الشؤون الصحيه او مرفق الاسعاف او الشرطه او المحافظه يطلع يقول ايه اللي حصل في مدرسه عبد الله بن الزبير. بلاش تسيبوا الناس للاشاعات، تعاملوا مره بشفافيه واحترافيه. لنفترض جدلا انها كانت شائعه بغباء عصابه العسكر بقت حقيقه عند الناس. هنا يا جماعه اهو ازاي رعفاف زين. بصوا يا جماعه التطعيم فين، بصوا التطعيم بتخبي بسطه الزباله برجليها. رانيا ادي منظر العيال وهم بيطعموا، مع اني حذرت المنسق الصحي اسراء خميس ومديره المعهد محدش يطعم الطلاب بتوعي. ادي يا جماعه المنظر اهو اللي هتطعم فيه رئيسه التمريض. التطعيمات على الارض، التطعيمات على الارض يا جماعه، التطعيمات على الارض. في اوضه المدرسين يا جماعه، العياده مقفوله والتطعيم في اوضه المدرسين، والمدام بتلم الزباله بايديها من الارض وهتطعم بنفس الايد عزيز عبد المعز. البث مباشر، البث مباشر كل مصر هتشوفه، البث مباشر كل مصر هتشوفه. 1 2 3 5 خمس زائرات بيطعموا في معهدي. لا انا بلغت فضيله الشيخه استاذه نجاة جابر مديره المعهد، ممنوع حد يمد ايده على عيل من عيالي، ممنوع. لا بث مباشر يا استاذه. ده اتنشر من اسبوع تقريبا في اسكندريه. يبدو دي الست اللي هي كان عندها ضمير ووقفوها عن الامل لدايره تستغيث وتهزر الناس. والناس بتتحدث عن التطعيمات الملوثه، واللي اتكلم اتوقف على العمل زي الممرضه دي كده. يا جماعه نزلي الكاميرا بنتي. الشكاوى يا جماعه هاتي عليا. الشكاوى يا ريس. الشكاوى يا رئيس عبد الفتاح السيسي، يا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الشكاوى اللي انا كنت كاتباها للرقابة الإدارية والنيابة الإدارية، وليك يا دكتور ضاحي أكتر من شعر راسي، أكتر من عدد شعر راسي. توقفوني عن العمل ليه؟ أشتغل إيه؟ طب يا ريت بعرف أرقص، كنت اشتغلت رقاصة. ممرضة درجة أولى 54 سنة، بقالي 40 سنة في الخدمة، ما جاليش يوم جزا. عشان فتحت بقى يا فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي وقلت الهيئه العامه للتامين الصحي عندنا فساد بيخص طلبه المدارس، عيال الناس، عيالكم يا مصريين، عيالكم اخذوا اول امبارح في معهد الاواري الابتدائي الازهري تطعيم من 24-25 مركون عندك يا رانيا من السنه اللي فاتت. الناس دي يا جماعه ببساطه يعني لو حضرتك مش مصري مستحيل تكون كذاب، مستحيل مستحيل تخرج وتقول كلام مش حقيقي، لانهم عارفين ان هم مش في دوله ممكن يتعمل فيهم ايه في جمهوريه العسكر. ده هم قال فيهم كلام قالوا حقيقي ويتعمل فيهم. لكن فظاعه المشهد وكميه الفساد وحياه الاطفال اللي في خطر خلتهم يخرجوا يتكلموا، لان الامر كبير ومش صغير، دي حياه اطفال. فالناس دي مستحيل تطلع تتبلق. مصر دلوقتي اللي بيقول الحقيقه 1 من كل 1000، فاللي بيطلع الواحد ده مش مستحيل يكذب، لان البلد في حاله قمع غير طبيعيه. ولحد دلوقتي لا وزاره التربيه والتعليم ولا وزاره الصحه لا نفت ولا علق ولا قالوا اي حاجه، وتم الايقاف الممرضه على العمل وخلاص. التطعيم اللي معاها ممكن يكون اكسباير مركون من 21-9، لازم حد يشوف الاكسباير بتاع التطعيم. مدام رانيا حسن بيومي عايزه الطعم كده العيال من غير ما توريني الاكسباير. مسيبه 6 زائرات مدارسهم عشان تيجي الطعم في المعهد بتاعي، يعني انا لو مشلوله بدراع واحد مش هتعمل كده. نعم حضرتك موجهه فين؟ في الازهر. يعني جالك امر ان الاساتذه يطعموا في زائري المعهد؟ جالك امر، سيبك من على قوه المعهد، جالك امر اداري في ايدك ان المدام دي والسته اللي معاها اللي سايبين مدارسهم يا فخامه الرئيس، 6 زائرات سايبين مدارسهم وجايين مع رانيا حسن بيومي عشان يطلعوا.
الممرضات رانيا حسن بيومي مسيباهم مدارس الساعة كام؟ من الساعة 11 يا ريس. وآدي العيال أهم، عيال معهد الأويري الابتدائي الأزهري. أول ما شفت القصة دي افتكرت حاجة ملهاش علاقة بتطعيم الأطفال، لكن بتعقيم النساء. فاكرين صورة الست المجرمة دي اللي هتشوفوها دكتورة اسمها بوسينة الجنيدي؟ بوسينة الجنيدي ليها صورة، مش موجودة الصورة عندك؟ هاتوا صورة بوسينة بعد إذنكم. دي طبيبة مجرمة شغالة رئيسة قسم النساء والتوليد بمستشفى أبو حمص وأمينة المرأة عن حزب مستنقع وطن بمحافظة البحيرة. كانت خرجت وقالت للسيسي كده، بوسينة الجنيدي: المبادرة دي جايبة نتائج كويسة معانا جدا، يعني أنا عندي في المستشفى حوالي وصلنا ل 97 و98% اللي احنا بركب الوسيلة أثناء العملية القيصرية، فديت لو طبقت على مستوى الجمهورية أعتقد إن هي هتجيب نتيجة كويسة جدا بإذن الله. فاهمين هي بتقول ايه؟ الدكتورة المجرمة دي كانت وقتها في قمة النشوة الوطنية، فكشفت فضيحة وإجرام غير مسبوق لتلك العصابة المجرمة. بيعملوا أي حاجة. شوف إنك أنت تمضي، فاكر اتكلمنا في الموضوع ده، لأول مرة مصر في تاريخها في نقص في عدد المواليد، وقلت لحضراتكم إنه ظهرت إرهاصات عندنا في اكتر من رساله واكتر من واقعه، انهم بيستغلوا انك هتمضي هتولدي في المستشفى الحكومي، تمضي على ورق، بيعملوا لها تعقيم وهي بتعمل العمليه، بتقول له احنا وصلنا ل 97 98 يعني من كل 100 واحده احنا بنحط بنعقم 97 98 ما تولدش تاني. فأنا لا استبعد إطلاقا في البلد دي إن يبقى فيه تعقيمات ملوثة للأطفال، عادي يعني. بلد فيها وزير تعليم مزور كان بيتقال عليه دكتور وبعدين بيتقال عليه السيد بعد ما فضحته بقت على رؤوس الأشاد، واستمر في منصبه، استمر في منصبه. أين اللي ساهمت عشان إن شاء الله في يوم من الأيام إن شاء الله تبقى تاخد حسابها؟ ما هو مش ممكن الحاجات دي كلها تمر كده. الدكتورة السعيدة دي وصلت مرحلة النشوة وهي بتقول له الحكاية. كان عندي رسالة عن إغراق الشعب المصري في القروض، قروض تسهيل الشعب. بقى بص، في جزء تاني ما كناش واخدين بالنا منه، بدأت انتبه له مع الرسائل اللي من هذا النوع. ايه بقى اللي بيحصل؟ الناس الغلابة في ظاهرة استلاف كمية فلوس للناس اللي مش لاقية تأكل ولادها من شركات الأموال زي شركة أمان وتسهيل وغيرها، وبفايدة مهولة. بيمضوا الناس على شيكات، وغالبا بتكون شيكات بريدية لأنها أقوى من الشيكات البنكية، ومعظم الناس مش عارفة تسدد المبالغ دي ومعرضة للحبس في أي وقت. الشيكات البريدية دي زي إيصال الأمانة كده يا جماعة، لكنه قوي جدا، حبس فوري. وبتكون الشركات البريدية دي لحفظ أموال الشركة المقرضة. عفوا. فتكون حضرتك معرض للحبس بشكل سريع جدا. الناس بتاخد قروض عشان تأكل عيالها، مش عشان تجوزها ولا تدخلهم مدارس. الناس بتاخد قروض عشان تأكل عيالها. ناهيك انك الواحد لف العالم شرق وغرب ما لقاش حد بيتحبس في شيكات او كمبيالة او افلاس، فيش كده. الناس بتاخد القروض دي عشان تاكل عيالها فعليا. وقطاعات كبيره من الشعب من الطبقات الفقيره جدا رهينه لدى شركات الاقراض دي عشان تفضل كمواطن متورط وضايع وتاهي ومسحول وما تفكرش في اي حاجه ولا تقدر ترفع راسك، لان اقدر احبسك بالشيك ده في اي وقت. القروض دي بتفتح باب اغراق الناس في ديون مثل تلة تعرفش تخرج منها، وفوائد مخيفة يعني فوق الربا 10 اضعاف.
لو اخدت قرض مثلا 70,000 عندهم، 70,000 دي اللي هي حوالي 1400 دولار، سددهم على 3 سنوات 180,000 تقريبا، على 3 سنين 70,000 تسددهم 180,000 تقريبا، يعني 1200 دولار تسدد 1400 دولار، 70,000 1400 دولار تسددهم 80,000 150 3,000 دولار 30 600 3,600 دولار. تخيل في 3 سنين اكتر 50% فوائد. مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن اللي اتعمل في الشعب ده غير مسبوق، قسما بالله غير مسبوق. بيصلحوا له بيقولوا لي انه 108,000 70,000 تسددهم، انا اسف 108,000 برضه فايده كبيره جدا، 38,000 في 3 سنين بعتذر، ال 70,000 بيتسددوا 108,000 مش 180. اختم معاكم بفيديو الشاب المجتهد ده، اتفرجوا عليه. سندوتشات يا حبايبي 1 دولار، اونلي 1 دولار. الجمبري ب 25 والفيليه ب 20. 1 دولار اونلي 1 دولار. الجمبري كام بقى الوجبه؟ الوجبه عباره عن سندوتش واحد فلفل ليمون وطحينه. عندي سندوتش الفيليه ب 20، سندوتش الجمبري ب 25. عايز ايه؟ في ب 20 وفي ب 25. فيليه ب 20 وجمبري ب 25. عايز واحد ولا اثنين؟ انا موافق. كام الطبق؟ ب 20 و 25. خلي يا بيه. هو رغيف ورغيف يعني؟ اه. ب 20 و 25. اه عندي ايه؟ اه جس اللومه كده، شوف الكواليتي، شوف الجوده بتاعت الساندوتش. انا ببتدي اصنع في الحاجه دي من الساعه 10 بالليل، واديك دلوقتي الساعه كام دلوقتي؟ فربنا يعيني صراحه. شوف انت عايز ايه؟ شوف انت عايز ب 20 و25 جزل وجمبري. تمام؟ كل حاجه ده في 3 قطع، فلفل ليمون وفلفل تين. ده ب 20، الجمبري ده ب 25. انا كده بتعين ميزان بقى كله زي بعضه؟ صح كده ولا؟ انا عارف كل ساندوتش هنا بيقول ايه. صح كده؟ شوف انت عايز ايه؟ شوف في الجوده؟ لا الجوده والكواليتي عالي جدا. صح طبعا.